السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم سمك تونة، صينية سمك تونة بشكل جديد وبطريقة جديدة. أول حاجة هنمسك عصير ليمون، بصل مقطعاه جولياني، جزر، طماطم، فلفل، بطاطس، كزبرة، ثوم، ملح، كمون، 7 بهارات. أهم شيء هناخد الثوم هنحطه في الخلاط، هناخد كمية الثوم، أنا ما بحبش الثوم الكثير قوي، وهناخد ملح معانا زي ما انتوا شايفين، وناخد بقى الكمون وال7 بهارات كلها، ونصلي على النبي كده ونسمي الله، ومعانا عصير الليمون اهو، وهنضرب كل ده، وناخد بقى شريحتين من البصل وشريحتين من الطماطم، وناخد معانا قرنين فلفل، ونضرب ده في الخلاط، وبعد كده نتبل بيه السمك. اهو يا حبايب قلبي، بعد ما فرمنا كل الخليط معانا كزبره، انا اقلبها عليه. هنا بقى الصينيه نحط ايه؟ بصل. هنحط الصينيه اهي، هنرص فيها البصل، هنمسك البصل. اهو يا حبايب قلبي هنحط البصل في قلب الديل، وهنحط معاه طماطم زي ما انتوا شايفين في الصينيه، بالفلفل، ونحط الجزر، كل ده في ايه؟ تحت السمكة. تاكليه مع الرز الابيض هتبقى جميل زي ما انتوا شايفين. هناخد شوية خضرة، ده كزبرة. هنمسك بقى ايه معانا؟ بطاطس برضو. كل ده هتاكليه وهتبقى جميلة. ونخرج دلوقتي ايه الحاجة معانا؟ بطاطس، هنحط برضو بطاطس، وبطاطس هنحشي بيها برضو التونة زي ما انتوا شايفين. هنا بقى الخليط كله هنحشي بيه السمك. هنمسك السمك انا مقطعاه جزل كده، لان هنحشي زي ما حضراتكم شايفين، هنحشيه كده كده بالظبط، وهنحط هنا بطاطساية ونحشي وراها ايه بالظبط، وبعد كده ايه هنا بطاطساية كده كده زي ما انتوا شايفين. هناخد كل الكمية زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، ونصلي على النبي كده بين السمكة والسمكة بطاطساية، وبعدين الخليط برضو هنحط على وشه برضو معانا بطاطس. الموجود عندك تحطيها حبايب قلبي، ما تقفيش على اي حاجة. تجديد بقى ليك ولولادك. صلى على النبي كده ونسمي الله يا حبايب قلبي. احنا بقى احنا الست الناصحه تدبر كل حاجه وتغير من اكلها. جديد بقى، طريقه جديده، هتاكلي السمك وهنحصر لسه ليمون يا حبايب قلبي بين السمكه والسمكه بطاطسايه زي ما انتوا شايفين، ونحشي كل كميه السمك اللي عندنا. يا حبايب قلبي الخليط بقى بعد ما رصينا السمك زي ما انتوا شايفين حضراتكم، ونصلي على النبي كده ونسمي الله. فضينا كل الخليط ده اللي فاضل مننا، وهنمسك اهو يا حبايب قلبي السمك، حطيناه على النار، هنغطيه بيه اهو بالغطا او فويل لو عندي، انا ما عنديش فويل. وادي هنعمل الرز الابيض، هكون غسلينه ومصفينه، وننزل كده ونشوحه. الرزايه لما تفلفل خالص وتبقى لونها اصفر تطشيه، هنعمله رز ابيض، ونعمل طبق السلطه. هنشوح كل ده معاكم، ونصلي على النبي كده. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، يوصلكوا كل جديد يا حبايب قلبي. وبشكر كل حد دخل على الصفحه بتاعتي ودعمني. هنقلب بقى الرز زي ما انتم شايفين لحد ما يتشوح معانا. صلي على النبي يا حبايب قلبي. دي الرز فلفلت ازاي؟ هنطشه بالميه. اهم شيء في الرز الميه تكون بتغلي، والرز ايه يبقى ايه سخن عشان ما يفلفل ويبقى حد، ونغطي عليه هنا بقى يا حبايب قلبي السمك اهو عملته، اقرب اهو وندخله على الفرن ياخد وش لسه. اهو يا حبايب قلبي السمك جهز معانا اهو، والسلطه والرز المخلل اللي كنا مخللينه مع بعضينا. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، يوصلكوا كل جديد. ومع السلامه في فيديو جديد.